يا شهر سيدي. روح على موقع إرجان وبعت لي تيمور لهون، تاخد إرجان وبتروحوا سوا لعند كوران. شكله المجنون متصاوب بس عم يكابر على حاله، بتخلي إرجان يفحصه. مالنا بموقع نخاطر بأي شيء. حاضر سيدي نقيب. يا شهر استنى شوي، استنى، شو نسيت حالك؟ خليني غطيك بالأول ع إشارتي. روح وضع الذخيرة بهوي. الله يكون معنا بهالعملية. والله هالعركة مو سهلة أبدا. أوكان، هدول عم ينبعوا يا زلمة، ما عم يخلصوا لك، ما عم يخلصوا أبدا. هاي مو أول مرة منعلق فيها سيدي. أوكان، حافظ على موقعك. رح نتسلل من ورا. صرت هون سيدي. ركز على المحور الجنوبي. يا جيتو وكان عم يتسللوا. أنا بالمراقبة سيدي. سيدي والله العظيم إذا طلعنا من هون سالمين راح ضحي بشي لوجه الله. يا خروف يا معزي. حبيبي يا شار، إذا ضلينا نضحي بخروف بعد كل مهمة ما بيبقى معنا بجيبتنا مصاري بلوم. يعني إذا منضحي بجاجها على كل وسخ منوعه بتعرف قديش بالآخر نطلع مديونين. يلا سيدي. بيقولوا إنه الصدقة الصغيرة بتمنع عنك البلاء الكبير. مو غلط يعني نشتري شي جاجة ونعطيها لحدا فقير. مرة كان في مرة كبيرة طلعت على الساحة وما لقيت جاجي أعمل لك. يا شهر بيعني سكوتك؟ مشان الله سكوت وخلينا مركزين بالشغل، فهمنا؟ ماشي أمرك سيدي. يلا سيدي. خير شو في كمان؟ سيدي نحن علقنا بهذا المكان، حتى تغطية هون ما في. بركي صار شي لأمي وما قدروا يوصلوا لي. هي مرة ما لحدا غيري بهالعالم، والمسكينة ما بتقدر تحكي. والله مشغول بالي عليها كتير. يا شهر ابني لا تفكر بشي سلبي هلأ، اتفقنا؟ أمك منيحة وعم يديروا بالهم عليها منيح. هلأ فكر فينا نحن. شوف
كلياتنا رح نطلع من هذا المكان عايشين، وانت رح تروح لعند امك وانت منتصر، ورح تحكي لها شو صار معنا لوقت ما تمل منك ومن قصصك. تمام؟ اتفقنا؟ فكر بهالشي وبس. ماشي؟ حاضر سيدي. يلا يا بطل، يلا ابني، يلا امشي. لا تتخلى عني ليلة، اتفقنا؟ ليك أنا اليوم بحاجتك كتير، لا تتخلى عني اليوم، بترجاك لا تتخلى. أصحك سيدي. شكراً، طمني كيف وضعك هلا سيدي. سيدي هذا حكى كتير كالعادة، ما هيك؟ ما بيتخلى عن عادته. بس أنا منيح. ايه انت كتير منيح ما شاء الله، الدم معبي كلك بلا حكي فاضي يا زلمة. سيدي نزفت شوي بس ما في شيء. سيدي غاب عن الوعي. ايه طبعا، لأنه نزف بس شوي. لك يا زلمة إشار، بديك تحمله معي لنزله تحت. ماشي؟ حاضر أمرك سيدي. واحد اثنين ثلاثة احمله. استنى، خذ معداته كمان. انت جاهز؟ يلا بسم الله امشي. تحمل تحمل. برافو عليك يا رقيب. شكرا لك سيدي. انتبه يا شار، الطريق نظيف، امشي قدامي. لك شو صار؟ شو ليش عم تهربوا يا اولاد الكلب؟ ايه خليكم عم تردوا. ايه صار دورنا، خليك جاهز تيمور. سيدي هذا اخر مخزن. والله وانا هذا اخر مخزن معي، المفروض نعمل شيء. رح نضل اخر رصاصة. مثل ما قلت لك، لحد آخر رصاصة. جيبوه لهون. خسر دم كثير، لازم نعطيه سيروم ونخيط الجرح. يشار اعطيني السيروم. تفضل سيدي. هذا الشب زمرة دمه او ايجابي بلا مزح، دوغان كمان او ايجابي. ايه انا او ايجابي، فيني اتبرع له.
استنى استنى. صدقني التبرع ما راح يأثر عليه. نحن عملنا هذا الشيء من قبل بس. خلص تمام ما في مشكلة. يلا يلا قرب لعندي وافتح ايدك. يشار يشار روح لعند النقيب باتور مشان يطمنه وقول له انه عم نحاول نعطيه دم. تمام حاضر امرك سيدي. يلا تمام. اخ منك اخ. كان مفروض كون هلأ بالجاكوزي وقاعد بالجناح الملكي واسترخي وأنا قاعد بهالبانيو كمان. المفروض كون عم باكل وجبة بيف ستروغانوف أو ستيك فيليه مع صوص بدل ما أكل هالخبز هون. هالعملية طولت زيادة. قديش رح ناخد وقت لنخلص من 8 جنود؟ هن عم يقاوموا كتير يا أبو الهاشم وإلا كنا فتنا من زمان. الحكي مو مهم، المهم انه اخر شيء ذخيرتهم رح تخلص وما رح يقدروا يقاوموا اكثر. بدي خلص فيصل، مليت كثير. روحوا خبر الشباب خليهم يقربوا اكثر. حاضر ابو الهاشم. سيدي هدول رح يخلونا نصمد أطول. يعني يا دوب يكفونا والمسدسات رح تخلص كمان. خلونا قراب من بعض شباب. حاضر سيدي النقيب. تيمور هاي هدية. شكرا سيدي. أوكان قوصت واحد والتاني إلك. تعامل معه. يلا سيدي لازم نحاول ناخد منهم قد ما منقدر. هدول أذكياء يا تيمور، أذكياء كتير. تركوا الأموات بس أخذوا الأسلحة. بيعرفوا إنه ذخيرتنا رح تخلص. ولاد حرام هدول. وما ضل معي رصاص كمان. ما عاد أعمل شي. خليني أنزل لعندهم. هذا واجبي سيدي. روح خد سلاحه. كوران كيفو؟ عم يعطوه دم هلا. الملازم أرجان قال لي إنه رح يكون منيح بعد نقل الدم. إيه ممتاز. خلينا نروح نشوف النقيب. رح نكمل بمواقع قريبة من هلا ورايح. حاضر سيدي رقيب. سيدي كوران طمني انت منيح؟ سيدي موقعي اللي... طول بالك. روق روق كوران على مهلك. استنى سيدي رفقاتي محتاجيني هلا. ماشي اهدى روق شوي. سيدي هن محتاجيننا كثير. ماشي يا ابني انت اول شيء لازم تطيب لحتى تقدر تساعد رفقاتك لانه هيك ما فيك تساعد حدا. سيدي انا كثير منيح. كوران لا تخليني اعصب عليك. يلا خلي راسك تحت.
اسمعني، هذا أمر، ما رح تقوم وتتحرك قبل ما تطيب، فهمان؟ يا شباب خلوا عيونكم عليه. ما تاكلهم. سيادة الملازم، نحن كمان لازم نساعدكم، ما ترفضوا. بترجاك سيدي الملازم، خلينا نساعدكم كمان. شكرا لكم، عن جد شكرا، بس هذا واجبنا نحن. انت درنا بالك على المصاب وهالشي بيكفي. ما تاكل هم، دعوا لنا. الله يكون بعونكم. والله بكير على روحتك. صح، وضعك مو تمام. لا أنا منيح، وإيدي عم بقدر حركها. دمك اللي عطيتني إياه ساعدني كتير لحتى طيب. شكرا يا دوغان. هذا واجبي. كوران سيدي نقيب، كنت جاي لعندك هلأ. سيدي نقيب، كيف إصابتك؟ أنا كتير منيح سيدي. شوف خال، نحن لازمنا سلاح ورصاص ومسدسات وكل شي عندكن. ما عنا شي بالبيت والله يا نقيب، بس رح شوف. تمام، بس بترجاك تستعجل شوي. تمام، رح أتأكد. انتبهوا منيح. كوران يلا. عمي ما عم تتحسن الأمور. معك حق يا ابني، رح روحوا اتفقد البيوت، انت استنى هون. ماشي عمي. اجتمعوا 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 اجتمعوا، يلا الكل جاسيا. شوفوا يا شباب، وماي نحن هذا اللي بقي معنا، بس رح نستعمل رصاص المسدسات لحتى نغطي النار مو أكتر، ورح نقرب من نقاط تمركزهم قد ما فينا. مرة تانية رح ننتشر حوالين القرية كل اثنين مع بعض، وبتقطعوا لهالوسخين تكت على جهنم سكارسة، روحة بلا رجعة. حاضر سيدي نقيب. كويس، خلونا نولع على كان. يلا كوران،